نصيحة للشباب في عصرنا المادي، تقول الحكمة: إذا كنت رجلا لا تمتلك منزلا خاصا بك ولا سيارة فارعة ولا جسما رياضيا مميزا ولا مصدر دخل جيد وثابت ولا هدفا تسعى إليه، فتوقف عن مراهقة النساء. ركز على نفسك وابدأ في تكوين حياتك وتطويرها. وأعدك أن الفتيات من سيلاحقنك فيما بعد، كما يقول المثل المغاربي: انفخر في الخيل كونتاك، يعني حسابك معك، بدلا نفخ الريش في الخاويات. لتكن إنسانا تافها، كن إنسانا ذكيا. وهذا هو مبدأ راد بير، فلسفة راد بير العالمية، هي تسعى إلى تطويرك وتقديمك إلى الأفضل، تطوير شخصيتك وتجعل منك إنسانا متحضرا، براغماتيا، غير متخلف وغير همجي، إنسان متحضر بمعنى الكلمة، ناجحا.